كلنا نعرف مدى ضرر فيروس كورونا، وصار الحل الأفضل للوقاية وجلوسك في البيت. هالشيء خلى الناس تتجه للألعاب وتقنيات البث للترفيه في هذه الأزمة. مع مرور الأيام وزيادة عدد الدول اللي تفرض حظر التجول، حققت بعض المنصات والألعاب أرقام قياسية. مثلا منصة ستيم وصلت لأعلى معدل لعدد من اللاعبين المتواجدين في نفس الوقت، بحيث وصل العدد إلى أكثر من 23.5 مليون لاعب، وغالبا هذا العدد بيزود مع الوقت. لعبة كاونتر سترايك جلوبال أوفنسيف حققت أرقام قياسية بعدد اللاعبين مع أكثر من 1,200,000 لاعب في نفس الوقت. رايت ولعبتهم الجديدة فالورانت كسرت حاجز عدد الساعات المتابعة باليوم الواحد على تويتش، ووصلت إلى أكثر من 1.7 مليون متابع بنفس الوقت. في بريطانيا أكثر من 1,000,000 لعبة بيعت خلال 3 أسابيع الماضية. بالعادة حوالي 150,000 لعبة تنباع بالأسبوع الواحد، لكن الأسابيع اللي فاتت المبيعات وصلت أكثر من 350,000 في الأسبوع. مايكروسوفت صرحت بأن عدد اللاعبين ارتفع بشكل كبير على شبكة الإكس بوكس لايف. هذا غير الألعاب الجديدة اللي كسبت أرقام تحميل كبيرة مثل كول أوف ديوتي وارزون وأنيمال كروسنج نيو هورايزنز. الأرقام القياسية في هالفترة ما كانت بس على الألعاب، فحتى منصات التواصل الاجتماعي أخذت حقها. مع تغريدة بلاي ستيشن عن الكشف ليد التحكم البلاي ستيشن 5، كسبت أكثر من 310,000 إعجاب، وصارت أكثر تغريدة إعجابا بتاريخ ألعاب الفيديو. طبعا كل شيء ما كان إيجابي، انتشار الفيروس لخبط جدول الشركات وسبب أشياء سلبية. فمثلا نينتندو متورطة ولا تقدر تصنع جهاز السويتش على حسب طلبية الناس، وجالسة تخسر زباين لأن في كثير منهم رايح المحل يشتري سويتش ويحصلها مخلص، فيشتري بداله اكس بوكس 1 أو بلاي ستيشن 4. سوني أيضا واجهت مشاكل واضطرت تأجل أكبر لعبتين لهم هذه السنة إلى أجل غير مسمى، وهذه اللعبتين هم The Last of Us Part 2 ولعبة Iron Man VR. وفي شركات اضطرت تبيع نسخ من ألعابها بدري في بعض الدول، زي لعبة فاينل فانتسي اللي توفرت في بعض الدول الأوروبية قبل موعد صدورها، لأن نسبة كبيرة من المحلات راح تقفل أو قفلت. هذا طبعا غير إلغاء جميع المؤتمرات اللي تخص الألعاب واعتمادهم على تسجيلها ثم نشرها في يوم معين، مثل ما شفنا مع مارك سيرني وكشف مواصفات البلاي ستيشن 5. مايكروسوفت أيضا أكدت بأن جميع مؤتمراتها بتصير رقمية حتى 2021.